أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح تسبيح كيجي اسم نام كي ربك اپنے رب کے الاعلى جو سب سے بلند ہے. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. الذي وہ جس نے خلق پیدا کیا فسوى پھر درست بنایا. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي اور وہ ذات قدر جس نے اندازہ کیا تقدیر بنائی فہدا پھر ہدایت بخشی. والذي اخرج المرعى. والذي اخرج المرعى. والذي اور وہ ذات اخرج جس نے نکالا المرعى چارا. فجعله غثاء احوى. فجعله غثاء احوى. فجعله پھر بنا دیا اس کو غثاء خشک گھاس کوڑا احوا سیاہ کر دیا. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو فلا تو نہ تنسى تم بھولو گے. الا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا مگر ما شاء الله جو چاہا اللہ نے. إنه بے شک وہ يعلم وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو وما يخفى اور جو پوشیدہ ہے. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو تیرے لیے لليسرى واسطے آسانی کے. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر پس نصیحت کیجئے إن اگر نفعت الذكرى فائدہ دے نصیحت کرنا. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر ان قریب نصیحت پکڑے گا من يخشى جو ڈرتا ہوگا. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها اور گریز کرے گا اس سے.
الاشقى سب سے زیادہ بدبخت. الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى الذي وہ جو يصلى داخل ہوگا النار الكبرى بڑی آگ میں ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم پھر لا يموت نہ وہ مرے گا فيها اس میں ولا يحيا اور نہ زندہ ہوگا قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى قد افلح یقینا فلاح پا گیا من تزكى جس نے پاکیزگی اختیار کی وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اور ذکر کیا یاد کیا اسم ربه اپنے رب کا نام فصلى پھر نماز پڑھی بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل بلکہ تؤثرون الحياة الدنيا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة اور آخرت خیر بہتر ہے وأبقى اور زیادہ باقی رہنے والی إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن يقينا هذا يه لفي الصحف الأولى البتة پہلے صحیفوں میں ہے صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى إبراهيم اور موسى عليهم السلام کے صحیفوں میں